الثانية بدك سكيلز أكتر، بدك الواحد بده يكون تاف مايندد عن جد، بدك إرادة تتربح. كتير صعبة وكتير فيها تافنس. بالثري اون ثري هيدي عنا تشانس نوصل على آسيا ومن بعدها على بطولة العالم أكتر من غير سبورتس بنلعبهم بلبنان. هلا كل اللعيبه عم يجوا فيرست وسكند ديفيجن بلايرز والمستوى كثير عالي، يعني مش عم ما حدا عم يعرف مين عم يربح، ومثل ما عم بتشوفوا يعني الجمهور ملا الملعب. والادفانتج تبع ال 3 اون 3 از انه وين ما كان بتركب الملعب وبتجمع العالم عليك، هيدي اللعبه كثير بوبولر بلبنان.